اخباره وقصه المشاكل؟ حدخل كده مباشره بصلب الموضوع، انت عامل مشاكل ليه المره دي؟ والله ما في اي مشاكل، وانا ولا كان عمري عندي مشاكل ولا عمري كنت سعيد. ما ده اللي انا مستغرباه، يعني انت كنت طول الوقت ماشي بحالك بنفسك، فجاه لقينا اخبار وقصص وحكايات وروايات، حصل ايه؟ حصل اني انا كنت بمثل يعني مسلسل اسمه فيلا 101، ده تأليف وإخراج ممدوح زكي، وورق عبارة عن إن يعني رعب، بيدور في إطار رعب ساسبنس رعب. أوكي. ومفترض إني أنا بلعب شخصية دكتور أمراض نساء، وليا أختي طبعا بيشاركني البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أحمد عبد الله محمود، هجر الشرنوبي، ومنة عرفة، ومجموعة كبيرة تاني من النجوم. فمنة عاملة أختي. أوكي. فالحكاية بدأت بمشهد المفروض إن هي هيغمى عليها، فإحنا بنجري عشان نشوفها، بنلاقيها واقعة. مين اللي بيجري؟ أنا وبنتين. أوكي. مراتي ومرات أخويا. فوقعت البنت. مين اللي يشيل البنت؟ الراجل طبيعي. فلقيت منة بتقول لي أنا مش هقدر أعمل كده. فانا استغربت، قلت لها مش قدرت تعملي ايه؟ قالت لي ان انا مش هتشال. قلت لها انا استغربت، منا انت اختي يعني حبيبتي ما فيش حاجه، وبعدين المشهد يستدعي حتميه اني انا اللي اشيلك، لان ما فيش بنت هتشيلك وانا موجود. عيب عليا كراجل، وعيب عليا كاخ، وعيب عليا كدكتور اني الاقي في كيس قدامي لازم الحقها. قالت لي انا كاتبه كتابي ومش هينفع اني انا ايه اعمل كده. بيني وبينك انا كبرت للحكايه، يعني قدرت فكره ان هي متجوزه وممكن يكون جوزها بيغير او كده. وانا عن نفسي برضو ما اقبلش، انا كراجل ما اقبلش حد يشيل مراتي برضو. تمام. يعني تمام. أوكي. في ممثلات عادي الموضوع بالنسبه لهم ما فيش مشاكل، بس لما حد يجي يقول لي ويطلب مني يستنجد بيا في حاجه زي كده لازم اقف جنبه احتراما لمشاعر الاخر يعني. طلبت من المخرج تعديل المشهد باني انا اكون موجود في الاوضه بتاعتي، وهي لما يغمى عليها البنات يشيلوها ويندهولي من الاوضه. طيب. وكاني ما سمعتش الصرخه بتاعتها فاجي. ده كان بعده لسه على الورق صح؟ يعني على الورق لسه ما مثلناش. لسه ما مثلتوش. بس احنا داخلين نمثله. طيب بس انتوا يعني هي قريت الدور قبل وانت قريت الدور قبل. طبعا اوكي. وماضيين على كده. وما كانش في اتفاق سابق انه لا نلغي المشهد ده؟ ده حصل كلام على الست. على الست بالظبط. اوكي. فالاستاذ ممدوح زكي قال لي مش هينفع وبتاع، وان انا اجيبك من الاوضه ازاي وبتاع. قلت له طب ايه؟ يعني يا ريت ناجل المشهد ده كله بقى على بعضه ونتكلم فيه بعدين ونصوره في وقت تاني. وخلينا نصور المشهد اللي بعده. فطبعا الاستاذ ممدوح تفهم للامر واجلنا المشهد ليوم تاني ودخلنا نعمل المشهد اللي بعده. المشهد اللي بعده على طول ده اتحذف بالمبدا يعني ولا لسه اتأجل؟ اتأجل ولسه ما تصورش لغايه دلوقتي على فكره. أوكي. لسه ما تصورش مشهد الشيل ده، اذا كنت هشيلها او مش هشيلها لسه ما تصورش. فدخلنا عشان نعمل المشهد اللي بعده اللي بيتبعه في السيناريو في التتابع، يعني ان هي على السرير مغمى عليها، فانا كدكتور لازم اكشف على الحاله. ومن خلال كشفي على الحاله ده انا بكتشف بعد كده ان هي حامل. اول حاجه الدكتور بيعملها ايه؟ انه يجس النبض. ده لو مش دكتور وحد وقع قدام حد هيجسله النبض، هيشوف في قلبه، هيشوف هيفتح له عينه، هيتعامل معاه. ف يعني لقيت منة بترفض برضو اني انا اعمل كده، فهنا استغربت وخدت موقف.